هذا مويه، مويه، هذه مويه الشيخ. ها ايه هذا الشيخ مدرس. لا بعدين ايه الايام يكفيك انه ما طلبها تجي له عنده وانا نايم، هو نايم يسمعني يقول خبر لك التهايم. لا تخبر المثل اللي يقول تجيك التهايم وانت نايم. لا انا خليت تجيك الغنايم وانت نايم. تجيك الغنايم وانت نايم. اذكر السهايم ايه اللي وانت قايم اللي مثلك. نعم عز الله يكفيك حتى ما دخوليه وكذا. لا واللي اعطاه من اعطاه العمده. العمده الله اكبر. ما هو بكاشة العمده. احنا جبناها احنا حجي اليوم صار الشيخ ذا قال معالي معكم معي مبي انا شيخ القريه. انا احسن سمع عشان خلص والله تقديمه اليوم لا كاشة العمده محمد مناح. ما مرافقينك؟ مرافقي بندر العلي سهل نوبي عرماني الثاني ابو معجب سهل خوي جنبي. ما يمدي ابو معجب يمديه ليش ما يمديه؟ علمنا من يصحي من النوم بدي ما اقدر واللي يصحونكم من النوم اثنين نواف بن فرزان ونعم ومحمد بن ملحم ونعم الفجر. القرار الثالث كل بعد مغرب جلسة هنا بحضور الشيخ سلطان الساهل. ها؟ الشيخ من؟ الشيخ سلطان طال عمرك. كل هنا شيوخ. اي نعم كلكم شيوخ لكن يعني انا اتكلم بالدين. ها شوف انت 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 ما تهمني تقبل شيختي ما تقبل شيختي. اللي مو انت ما تهمني. انت يابا ما تهمني. انت 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 من تكون؟ اني ما اريد اشوفك لكن اني قمت معك يوم شيختك اني مساعد معك وهسه انت ما تريد تقدرني. انت مساعد تظل مساعد. تشوفي هاي الدنيا دواره بالحيل دواره. نوبه تصير مساعد نوبه تصير شيخ. انا الشيخ وابن الشيخ كل الناس تعرفني. 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 انا الشيخ وابن الناس كل الناس تعرفني. سمعت اعرفكم على الشيخ رب باركوا الشيخ باركونا. ايه بريبة بريبة اللي يرقد في الليل اتلامك انك ما عاجبني. بريبة اللي ينام في الليل ويجيكم شبعان النوم. تعالوا مروقين. مبروك يا شيخ قم سلم. الله يبارك فيكم. قم سلم عليك. خل سلم عليكم. مسلم عليكم داخل انا. يقوم الشيخ تروحون تحبون. مرحبا مبروك يا شيخ. الله يطول عمرك. مستريحي ولدي. مبروك يا شيخ. استريحي ولدي. مبروك يا شيخ الله يبارك فيك. ما الله يطول اعماركم. باقي واحد من عيالك يا شيخ. مبروك يا شيخ مبروك. باقي واحد من عيالي ولده يصلح. هذه جلسة من؟ هذه جلسة الشيخ سلطان شيخ الشيخ امامنا هو. شيخنا الحقيقي. وشيخنا الحقيقي. يا سلام. مرحبا يا شيخنا. ابى اعلمكم قراراتي. انا رفنا اسمع نايمين اسمعوا. اصرح؟ صرح صرح صرح. بما انكم حضرتوا انا بعلمكم قراراتي. اسمع اولا هذا كيك. نعم انتم ما شاء الله عليكم من ونعم الرجل اعضاء اعضاء المجلس يا فارس. ايه يبغى له ناس. ايه واضح بس اسكت خلنا نكمل. اسمع اول قرار اول قرار النظافة ثم النظافة ثم النظافة. وشو؟ ثاني قرار تصحون للصلاة بس هذا اللي ابي منكم. الثالث والله اذا دلعكم دلع منها مأكولات برجر. اوه عبيكم الثلاجة برجر وبطاطس مقلي نقت. يا سلام نقت. لحظة دقيقة. والخبز. ها؟ ايش دعوة؟ ليمون. والخبز. واندومي. والخبز. وش اسمه نودلز. وجبن. وجبن. وحمضيات. والحمضيات. مداخلة بسيطة معليش. سم. اللي ما عنده ذوق، اللي ما عنده ذوق، ما عنده ذوق. هذه كيكة ايش؟ اللي ما عنده ذوق. برتقال. كيكة ليمون. ما أكلها. المهم. الشيخ يتكلم. المهم اسمع. برجر دجاج ما نحب اللحم. بالعافية هذا لحم خلاص نجيب الدجاج. دجاج نجيب الدجاج لحم لا مدفيها. المهم اسمعوا القرار. كل عصر إن شاء الله نسوي فقرة حلا. أبجيب لكم أبجيب لكم جميع المكونات. تقوم بدري الأسبوع هذا. لا بكيفك تقوم بدري ما تبدي. المهم المغرب يكون جلسة هنا قهوة وبنسوي ثلاثة دلال ونسوي حنا الحلا فهمتوا؟ وانت قهوة ونسولف. ما تجيب احنا نسويها. احنا نسويها. انا اول يوم اسوي لكم. انصدم. اسوي لكم صنفين. انت راح انت
لا انياك اول يوم انياك. علي ويختار يختار واحد. القرار الرابع ابشتري الوازع لعبه. حلو تبي الشيكة؟ عطى وزعيات استاذ عطى وزعيات عطنا وزعيات يلا بالشيخ ينبشروني وانا راقد راقد ينبشروني وانا راقد راقد بشيخت اللي ما بدي عدها عدها لين نشوف لين نجيب البرجر والبرغرايز والالعاب والبرغر بسم الله عليك والبرغر 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 غرغر بنا غرغر بنا طف الصدى طف الصدى طف الصدى يا ولد طف الصدى طف الصدى يا ولد طف كله مره يو يا جماعه شديده بالله بس عجلتي لكم يا عجلتي مهد وراك وراك مهد دل مهد دل مهد دل مهد دل وسمك وسمك حطه حطه هنا جايبوك انا جايب بوردو طب انت عاد ما عليه ما عليه اليوم ظروف تعرفون المعاشات ما نزلت توسع هذه ناس انا ديل ديل خليك معنا وشو الله لكم بس بس لا 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 ايش عقها لا لا جيبها جيبها ايش عقها يقول شلوطها شلوط ابوها ارحب الشيخ مرحبا مرحبا ومسهلا يا هلا 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 بالشيخ مهدل يا مرحبا يا هلا يا هلا لا 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 تدرون اقول لكم شيء قول اقول لكم شيء راح يكون فيه برجر شوي وانا راح اشويها لكم والله الشيخ مكان السهلي نبي وقف يا شيخ مكان السهلي ذبيحة خلاها يقول خلاها شوي كلها يعني على راحتكم انا طيب برجر والله هذه ذبيحة ظنيت ندح يوم التسعين اقسم بالله لا لا ذبحها خلاص يتلاقى والله مو والله لا ما تنفع الحين كلمت بشيء قال بكره 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 كيف مشكله لا لا ما تنفع دام تثلج هي كانت نعيمي صارت تيس ما في عيشه هذا وش ما بغى يودي وراه جايب لك لاجه بتذكرنا باقي صيم يا زين يا زين يا ربي يا رجل خبل يا خبل فارس خبل وين اخبل من قال لحنا شيخ خبل من اخبل من اخبل شيخ تخبل والله يا زينة تبي تجربه وازع جربه ايش طم لنا وراه تضحك علي احشوف بندر محمد بندر ولا يضحك ابو بندر الوجه الجميل يا شيخ الروح الجميلة الصوت الجميل لا عزوز لا لا عزوز هو وراه شايف ها بطاطس 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 ما صار حق وقال صار يخدعني هذا اللي انا شاريه له اسبوعين جديد جديد صقر نبي شحال ولا قيل شنو؟ شنو؟ ولا قيل ولا قيل هذا مو قصيم هذا قريصي رجل جاب لي ودي ياخذ عطوا ولدي خرب اطماع تبي بطاطس؟ ايوه بطاطس يا رجل اكله ودع منها